إن المستقبل صفحة بيضاء وفي أيدينا أن نملأها بما شئنا، عيشا وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية. كان لهذه الكلمات من قبل رئيس مصر المقبل المشير عبد الفتاح السيسي وقعها على جميع المصريين، وخاصة من يقطن منطقة منشية ناصر التي يصفها أهلها بأنها المنطقة المنسية والمجهولة في خارطة رؤساء مصر السابقين، ويلخصون مطالبهم في حياة كريمة وآمنة. عايزة حاجة بسيطة بس، يعني تعتبر حق مش طلب. عايزة ان الناس دي مفيش حقوق اصلا، مفيش امكانيات، فهو عايزين ان هو حق بس، ان انت تدينا حقنا مش اكتر، ان انت تعيشنا عيشة نكون ادمية. منشية ناصر التي تفتقد الى كثير من الخدمات الاساسية وترتفع نسبة البطالة في صفوف شبابها ويسكن معظمهم بين مقابر الموتى، تعول كثيرا على رئيس طالما كانت قضية الشباب والمهمشين والبسطاء في أولوياته الانتخابية. وبالذات المشير عبد الفتاح السيسي لابد أن ينظر إلى سكان العشوائيات، إلى سكان المقابر. المقابر اللي ورانا دي فيها سكان مش لايين لهم العيش، مش لايين رغيف العيش. لابد أن ينظر مش زي الرؤساء السابقين. منشية ناصر، منشية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. إذن يأمل سكان منشية ناصر وملايين الفقراء في أنحاء مصر أن يلتزم السيسي برؤيته لمستقبل البلد، أمال يراها البعض تحديا داخليا تائها بين تحديات شتى يأتي على رأسها الأمن ومكافحة الغلاء وتوفير فرص العمل، فضلا عن تحديات خارجية أمام مصر الجديدة تبدأ بالحفاظ على أمنها القومي وسيادة قرارها، ولا تنتهي باستعادة دورها الرائد في قضايا الأمة.